بطاطس جراتين مش جديدة، بس الجديد فيها إنها يكون فيها بروكلي وأعشاب كمان. البشاميل وطريقته كلنا عارفينه، بس الجديد هنضيف له ريحان ونعناع وروزميري. أول حاجة هنرصها في الصينية بطاطس مسلوقة متقطعة شرايح، وعليها رشة بروكلي وطبقة من البشاميل، ونعيد نفس الخطوات ونرص البطاطس مرة تانية وتاني رشة بروكلي، آخر طبقة من البشاميل اللي هنحطها ورشة البارميجان الأخيرة، وآخر حاجة أعشابنا النعناع والريحان والروزميري. البطاطس بتاعتنا بقت جاهزة تدخل الفرن، هندخلها على 180 درجة لمدة نص ساعة. طبعنا خلص النهاردة، مش عايزة أقول لكم قد إيه سهل ومفيد، جربوه مش هتندموا. كل وصفاتنا تجدوها حصرياً على موقع الوصفة.com.